صفوت لطفي من شبرا الخيمة، ناشط حقوقي وسياسي ومهتم بملف الأقباط. في الحقيقة النهاردة يسعدني أن أنا أشارك في المؤتمر دون، وبحب أن أنا أقول أن إذا كان ثقافة المجتمع لا تعطي للقبط حقه في التمثيل النيابي داخل البرلمان، إلا أنه النهاردة أنا بقول أن احنا بنطالب بشكل فعلي تمييز إيجابي للأقباط المسيحيين في مصر في التمثيل داخل البرلمان المصري، حتى لو لدورة واحدة أو دورتين على الأقل، لحين تغيير الثقافة المتوارثة الثقافة الخاطئة أن القبطي ليس له الحق في التمثيل داخل البرلمان عن طريق الانتخاب.